الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده ويوم جديد من المحترف. النهارده ان شاء الله حلقتنا اكيد خاصه بالمباراه المنتظره. اكتر من 100 مليون، اكتر بكتير من 100 مليون موجود في مصر بيتابع بكره ان شاء الله. عايز اقول تاريخ جديد ان شاء الله يكتبه المنتخب المصري، وان شاء الله الوصول لكاس العالم 2022 ليكون تاريخ جديد بوصول منتخبنا منتخب مصر لنهائيات كاس العالم للمرة الثانية على التوالي. مباراة كبيرة جدا ان شاء الله هياخدها منتخبنا بكرة. وخلينا قبل ما اخش في الاخبار ونخش في طبعا فقراتنا النهاردة، من منطلق ان انا يعني الحمد لله اتشرفت ولعبت المنتخب مصر 15 سنة، مر عليا خلال الفترة ديت اللي بيشبه يعني لاعبتنا ومباريات بتكون مباريات تاريخية. مباراة بكرة إن شاء الله هي مباراة تاريخية في تاريخ مصر وتاريخ الجيل الحالي. عايز أقول إن لها متطلبات، يعني ليها ظروف خاصة، وزي ما بقول لحضراتكم مريت أنا بالظروف ديت، وعايز أوصل رسالة لعيبة منتخب مصر إن شاء الله اللي هيشرفونا بكرة بإذن الله.